هنا بدار الثقافة مبارك الميلي، المهرجان الوطني الثقافي للعساوة، حيث تمتزج كل الطبوع وتتناغم الموسيقى والكلمات. الله يجعل ربي يفتح علينا وعليكم إن شاء الله، ويجعل هذا الملتقى رانا في هذه ميلة، ورانا جينا نشرفوهم وجينا ندعو لهم ربي، وراها عندهم المحبين تاوعنا على قطر الجزائري. من عبق الفن الأصيل والإنشاد الديني والموسيقى الصوفية، تترابط على مدار الطبعة الثانية عشر للمهرجان الفرق المشاركة من ربوع الوطن لتطرب السامعين والمتابعين والتابعين. نشكر أيضا يعني كل السلطات اللي قاموا بهذا المهرجان. المهرجان هذا هو استقبل طبع الروحي العساوي بقلب ورحب وصدر رحب، ونشكر إن شاء الله تكون أيامنا كاملة مهرجانات وأفراح إن شاء الله في 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 كل في قطر الجزائري ككل. يأتي في هذا الظرف الخاص والجزائر تحتفل بغمرة عيد الاستقلال. البرنامج عبارة عن تنشيط فني لعدة فرق وجمعيات من مختلف جهات الوطن، بالإضافة حيكون في مقر المدينة مدينة ميلا، وكذلك برنامج جواري. أصبح اليوم للثقافة العيسوية كلمة وحضور ضمن كارتر متنوع من اللباس والأدوات الموسيقية المتعددة، لتعطي زخما روحيا يدفع بالنفس لتسمو في غياهب الأدعية الدالة على البعد الذي لا يختزل إلا ضمن ما هو عيسوي متجذر في العلاقة بين الخالق والمخلوق.